وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ هذا اللقاء بتفسير الآية الأخيرة في سورة النمل، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ختم الله جل وعلا سورة النمل بقوله تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. قل الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل الحمد لله، لأنه المستحق للحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. سيريكم آياته، هذا وعيد للكفار، سيريكم آياته في الكون وما يحدث فيه من عقوبات وما يحدث فيه من تغيرات، فتعرفونها، تعرفون آيات الله بعد أن يريكم الله إياها. ولعل هذا يكون في وقت لا تنفع فيه المعرفة، حينما ينزل العذاب، فإن الكفار يؤمنون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فالإيمان إنما ينفع قبل نزول العذاب وظهور الآيات الكونية، أما إذا نزل العذاب فلا ينفع الإيمان. سيريكم آياته، هذا كأنه وعيد من الله سبحانه وتعالى، أتعرفونه، وما ربك بغافل عما تعملون. الله جل وعلا ليس بغافل عما يعمل الظالمون، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملونه من الكفر والمعاصي ومعصية الأنبياء، ولكنه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فهذا من باب الوعيد لأهل الكفر والطغيان. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي ظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلته، كما نود من الإخوة والأخوات خلال اتصالهم أن تكون الأسئلة يعني واضحة ومختصرة، وأيضا أن تكون في محيطنا الشرعي، وأرجو أيضا أن يكون الاتصال عبر الهاتف
وأن يكون المتصل بعيدا عن جهاز التلفزيون كي لا يكون هناك تردد بين السائل والمجيب. على بركة الله نبدأ بالأسئلة التي وصلتنا قبل قليل. يقول السائل: شيخ، ذهب إلى المدينة النبوية وجلس فيها 10 أيام، كل يوم يتوضأ في سكنه ويذهب إلى قباء لصلاة ركعتين ثم يرجع، فهل هذا العمل مشروع حتى أنال بذلك الثواب المترتب على ذلك بإذن الله؟ لا، هذا غير مشروع. التردد على مسجد قباء ليس بمشروع، إنما إذا ذهب إليه مرة واحدة يكفي هذا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى قباء كل سبت يصلي فيه ثم يرجع عليه الصلاة والسلام. فإذا زار مسجد قباء وصلى فيه قد أدى السنة المسنونة والمستحبة في ذلك، ولا حاجة للتكرار. إذا كان عنده رغبة في الخير فليصلي في المسجد النبوي، صلي ما يسر الله له من فروض ونوافل في المسجد النبوي. نعم. أحسن الله إليكم. أم سعود أرسلت بسؤال تقول فيه: امرأة قال لها الزوج أنت طالق، وبعد مدة في الفترة الثانية وهي حامل قال أنت لست زوجتي، ماذا يترتب على ذلك؟ والله هذا السؤال يذهب إلى القاضي في المحكمة أو يأتي إلى دار الإفتاء في الرياض لينظر في سؤاله. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الدعاء، وما هي آداب الدعاء عندما أريد أن أدعو؟ ما هي الصيغ؟ مأجورين. الدعاء على قسمين: أن يدعو بالأدعية الواردة في الكتاب والسنة، والنوع الثاني أن يجتهد في الدعاء بحاجته بما لا يخالف الكتاب والسنة. وباب الدعاء مفتوح، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فادعوا الله مخلصين له الدين. يكثر من الدعاء ويلح على الله جل وعلا في ذلك، فإن الله يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. وصلنا هذا السؤال. يقول السائل: يا شيخ، حجيت 3 مرات مفردا، وكل حجة من هذه الحجات في اليوم 9 في الصباح أذهب إلى مكة المكرمة وأطوف بنية الإفاضة، ماذا يلزمني وهل عملي صحيح؟ لا، ليس بصحيح. طواف الإفاضة إنما يبدأ من بعد منتصف الليل ليلة النحر، يطوف بعد منتصف الليل أو يطوف الضحى، ضحى يوم العيد، هذا أوله. وأما آخره فليس له حد، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم حجه إلا به. فما طافه قبل يوم العيد فهو غير صحيح. نعم. عبد القادر من جدة، تفضل عبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا الشيخ، يعني فيها امرأة عندها ولد وعندها بنتين، وحبت أن تعطي، يعني عندها 300,000، حبت تعطي أبنائها، هل تعطيهم حسب يعني حسب الشرع بعد موتها، ولا وهي حية تعطيهم عطية يعني بالتساوي؟ شكرا. نعم، تعطيهم بمقدار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لا تعطي بعضهم وتترك البعض الآخر. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول شخص اعتمر في أشهر الحج ناويا الحج هذا العام، لكنه من نيته أن يرجع إلى بلده بين عمرته وحجه، لكن لم يفعل لمانع حصل له، فبقي في مكة ثم يوم التاسع أحرم بالحج، فهل يكون متمتعا فيلزمه الهدي؟ نعم بلا شك يلزمه، إذا كان من غير أهل مكة يلزمه الهدي إذا أخذ عمرة في أشهر الحج ثم حج بعدها ولم يسافر إلى بلده بينهما، يلزمه الهدي، هدي التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أما استيسر من الهدي. نعم. إذا كان الشخص الشيخ صالح يصوم يوم ويفطر يوم، هل من الأفضل له أن يصوم يوم عرفة أو عاشوراء إذا صادف ذلك يوم فطره؟ إيه نعم، يصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، وفي اليوم الذي يصادف يوم فطره يحصل على الأجر يضيفه إلى صيامه المستمر. نعم. السائل في هذا السؤال يقول أيام التكبير المطلق في ليلة العيد وأيام عشر ذي الحجة، هل يشرع لي رفع الصوت بالتكبير عند اتباع الجنازة أو في المقبرة عند انتظار دفنها، أو يسر المسلم بها؟ لا، الذهاب مع الجنازة وإلى المقبرة ليس محلا للتكبير، ليس محلا للتكبير، إنما التكبير في غير هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل شيخ هذا عن ابن حزم وأيضا الكتب الذي ألفها وكتاب طوق الحمامة. نعم، ابن حزم إمام جليل رحمه الله، ومن علماء أهل الظاهر، ظاهري، وهو عالم قوي في حجته وخصومته ومحدث، فهو إمام جليل رحمه الله. وله مؤلفات، له مؤلفات كثيرة كما ذكر السائل، هذين الكتابين هما له. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل الذي أرسل بهذه الأسئلة، اشتريت عمارة وللسكنة بالتقسيط وليس عندي القيمة، فاعتمدت على الله ثم على أهل الخير من زكاتهم، فهل يحق لي الأخذ من الزكاة لسداد قيمة هذه العمارة؟ إذا كانت هذه العمارة للسكنة وأنت محتاج إلى السكنة، ليس لك مسكن وليس لك مال تشتري به أو تعمر به، فلك أخذ الزكاة لتحصيل مسكن لك، إما بأن تعمره أو بأن تشتريه، فأنت من أهل الزكاة، لأن المسكن من الضروريات. نعم. نأخذ المتصل غازي من الطائف، تفضل يا غازي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. عندي سؤال طرف للشيخ. تفضل. أول سؤال، ما حكم أخذ حافز الغير الراغب في العمل أو أنه لم يبحث عن عمل بالفعل؟ هذا السؤال الأول. لحظة، حافز؟ إيه. نعم. أعد السؤال يا غازي. أعيد السؤال. نعم. حكم أخذ حافز الغير الراغب في عمل أو أنه لم يبحث عن عمل بالفعل. طيب اسمع الإجابة يا أخي. نعم.
يا أخي هذا تبع النظام، تأخذ حافز إذا كان يوافق النظام الذي وضعته الدولة لأخذ حافز، إذا وافق هذا النظام فلا بأس. نعم. السؤال الثاني يا غازي. عندي قطة جنب البيت كذا تأذيني تخش البيت كذا إذا كان الباب مفتوح زي كذا، وش يسوي فيها يعني أقتلها ولا أطعمها؟ هي تخرج الشارع وترجع زي كذا تأذيني بس. شكرا يا غازي. يا أخي أغلق البيت، أغلق البيت عنها واطردها، اطردها عنك وأغلق البيت وأغلق الباب حتى تذهب، وإذا أغلقت الباب مرة مرتين فإنها تذهب إلى غيرك ولا تأتي إليك. نعم. هذه سائلة تقول الشيخ صالح: امرأة حصل لها الحيض ولها من العمر 10 سنوات، وبعد مدة من الزمن شكت هل صامت رمضان في تلك السنة التي حصل لها الحيض أم لم تصم؟ نعم، ما دامت الشك متأخر فلا يؤثر هذا، الشك متأخر لا يؤثر هذا، بناء على أنها صامت مع المسلمين ولم تترك الصيام، هذا هو الظاهر من حالها أنها لا تترك الصيام من غير عذر شرعي والمسلمون صائمون، فربما يكون هذا من باب الوسواس تتركه، إلا إذا علمت أنها لم تصم فإنها يجب عليها الصيام قضاء ما تركته من رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ صالح يقول السائل: قال الماوردي رحمه الله: القدر موكل بالمنطق، هل هذه العبارة صحيحة؟ لأنه ذكر أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه بأن السجن أحب إليه مما يدعونه إليه جلس في السجن 4 سنين. القدر سابق، القدر سابق ومكتوب في اللوح المحفوظ، وما قدر الله وكتبه في اللوح المحفوظ فلا بد أن يقع. ويوسف عليه السلام هذا من باب الدعاء، دعا ربه أن يصرف عنه كيد النساء فصرف ذلك عنه، وآثر السجن على طاعة امرأة العزيز التي راودته عن نفسه لأجل أن تظهر براءته عليه الصلاة والسلام، وقد ظهرت براءته حتى قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. نعم. معنا اتصال من جابر من الأحساء، تفضل يا جابر. السلام عليكم. جابر، احنا ذكرنا في اول الحلقه ان يكون الاتصال عبر الهاتف، اقصر التلفزيون شوي ان شاء الله. اقصر. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. عندي ابل وغنم قريب من الديره. نعم. حول ما يقارب 4 كيلومتر. سمعت الاذان يعني ما صوت قوي ولا خفيف، يجب علي ان اذن ولا لا؟ طيب. نعم. يقول عنده إبل وغنم يا شيخ وهي قريبة من الديرة 4 كيلوات، يقول بالنسبة للصلاة كيف تكون صلاتي؟ هل أصلي في مكاني أم أذهب إلى المدينة؟ إذا كنت محتاجا للبقاء عندها لحراستها فتصلي عندها، وإذا كنت واثق وآمن عليها فإنك تذهب وتصلي في البلد. نعم. جزاكم الله خير الشيخ. هذا يقول: الأمور المشروعة التي جاء الأمر بها على الإطلاق، إذا قيدها المسلم بوقت لا تعبدا بهذا الوقت، هل يجوز له ذلك؟ الأمور المشروعة، الأمور المشروعة تنقسم إلى قسمين: أمور مؤقتة كالصلوات الخمس وصوم رمضان والحج
فهذه تتقيد بمواقيتها. وأما العبادات المطلقة فهذه يفعلها متى شاء إلا في وقت النهي، فلا يصلي في أوقات النهي المنهي عن الصلاة فيها. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ في سؤاله بالفاكس: هل يشرع للمسلم في الأوقات الفاضلة كرمضان وخاصة في الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر وكذا في يوم عرفة وأيام عشر ذي الحجة أن يخصها المسلم بمزيد من العبادات من صدقة وصلة رحم وغيرها من العبادات؟ نعم، يخصها بما يشرع فيها، خصها بما يشرع فيها، فكل وقت يراعي ما شرع فيه من العبادات فيفعله فيه في وقته. نعم. حمدان من جدة، تفضل يا حمدان. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو أسأل فضيلة الشيخ، إحنا عندنا عائدة قبائلنا لما يصير توفى عندنا المتوفي، وصارت عندي قبل أسبوعين توفى لي ولد رحمة الله عليه. الله يغفر له ويرحمه. يحضرون الناس من كل مكان من جماعاتنا، اللي من الرياض واللي من تبوك واللي من الديرة من المخوام وكل مكان أغلب المخوام أهل، ويسوون عشاء، يأخذون استراحة ويأخذون عشاء ويستقبلون المعزين. فما أدري هذا يأخذون عشاء ويقعدون لسه 10 لسه 11، فما أدري هذه فيها شيء أو لا. شكرا شكرا يا حمدان. السؤال الثاني: هذا العمل لا أصل له، هذا العمل لا أصل له يا أخي، والاجتماع لا أصل له لأجل العزاء وعمل الولائم، هذا لا أصل له. المشروع أن يصنع طعام لأهل الميت بقدر ما يكفيهم ويدفع إليهم في أيام المصيبة، هذا الذي وردت به السنة. وأما إقامة اجتماعات وإقامة ولائم هذا لا أصل له في العزاء، والعزاء أيسر من ذلك، ولا حاجة إلى السفر لأجل العزاء، بالجوال بالتلفون اتكلم المصاب وتعزيه والحمد لله. نعم. السؤال الثاني يا حمدان. بسأل فضيلة الشيخ، عند في بعض الناس يجلسون كبار السن او انهم يتحدثون فيما بينهم بين، فبعض الناس يفتي وما يقرا ولا يكتب ولا يعرف عن شيء، يعني ان اللهم انتني سمعها من شخص ثاني او وما يدري أنا صح ولا غلط، هل يلحقوا شيء شيء هذا؟ شكرا. يمكن في ناس يسمعهم كثير هذا. شكرا. ايش يسأل عنه؟ يقول بعض العامة يفتي في أمور في الأمور الشرعية وهو لا يعلم، حيث يسمع فتوى ثم ينقلها إلى الآخرين ويفتي وهو لا يعلم. حرام، هذا حرام عليه، وهذا من القول على الله بغير علم، فلا يفتي بغير علم ولا ينقل الفتوى، ربما أنه لم يفهمها صح، ربما أنها في موضوع غير الموضوع الذي يظنه، فلا يدخل في هذا، يحول الناس إلى العلماء يسألونهم ولا يفتيهم. نعم. شيخ صالح، لماذا تساهل الناس في وقتنا الحاضر ونحن الحقيقة قريبين نسمع من بعض الناس بأنه يفتي، لماذا تساهلوا في الفتوى يا شيخ؟ طيب، انقطع الخط بيننا وبين فضيلة الشيخ، سنعاود الاتصال بفضيلة الشيخ مرة ثانية لعل الإخوة يعاودون الاتصال بالشيخ صالح، ريثما نعرض عليه بقية الأسئلة مرة ثانية. نعم نعم. ونذكر الإخوة والأخوات أيضا بتلفون البرنامج لمن أراد الاتصال بالشيخ صالح، هو 011-80-88-3 011-80-88-3. أيضا نذكر الإخوة والأخوات بأن تكون الأسئلة في محيطنا الشرعي وأن تكون مختصرة، وأن يكون المتصل أيضا عبر الهاتف وبعيدا عن جهاز التلفزيون. مرة ثانية يقول فضيلة الشيخ هذا السائل: هل قراءة قل هو الله أحد 3 مرات تعدل في الأجر قراءة القرآن كاملا من أوله إلى آخره؟ لا، هذا لم يرد،
هذا لم يرد. ورد أن سورة يعني بل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ولا يكفي أن يقرأها ثلاث مرات ويكون كأنه قرأ القرآن كله، هذا لا أصل له، إنما هي تعدل ثلث القرآن من حيث المعنى، لأن القرآن أحكام وأخبار وتوحيد، فهي خاصة بالتوحيد، من هنا تعدل ثلث القرآن من حيث المعنى لأنها في التوحيد. نعم. قبل قليل يا شيخ صالح حفظكم الله وسدد خطاكم، سألنا عن تهاون الناس اليوم في وقتنا الحاضر بالفتوى، فنراهم يتسارعون إلى الفتية، ما هو التوجيه من فضيلتكم؟ كما ذكرنا يحرم على الإنسان أن يقول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم أعظم من الشرك، قال جل وعلا: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيحرم أن يقول على الله بغير علم، ولا يفتي، عليه أن يحيل السائلين إلى العلماء ولا يفتيهم ولا ينقل إليهم فتوى قد لا يعرفها أو لا يدري ما مناسبتها. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل سوداني مقيم بالرياض عن حكم استعمال السبحة إذا كانت من عظام الحيوانات. إذا كانت السبحة من خرز ليست من عظام، ما نعرف سبحة من العظام، إنما نعرف السبحة من الخرزات. نعم. وإذا كانت من الخرزات فضيلة الشيخ، ما حكم التسبيح بها؟ إذا كان يعتقد فيها الفضيلة فهذا لا يجوز، هذا بدعة. إذا كان يتخذها للعد لإحصاء العدد فقط، مثل ما يسبح بالحصى أو بأصابعه، فلا بأس بذلك. أما أن يتخذها يعتقد فيها فضيلة فهذا بدعة ولا يجوز. نعم. شيخ صالح يقول السائل: هل هناك فرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية؟ وهل يسوغ الإنكار على المخالف؟ يا أخي هذا السؤال ما هو مناسب، هذا له محل آخر، مسألة الخلاف والدخول فيه لا يصلح أنه يذكر في البرامج العامة، اسأل عما تحتاج إليه. نعم. يقول: العلاج بلسع النحل هل هو جائز، علما بأن لسع هذه النحل سبب في موتها، أو أن هذا من التداوي بالحرام لأن قتل النحل حرام؟ والله التداوي هذا يسأل عنه الأطباء، يسأل الأطباء عن هذا النوع من العلاج. نعم. يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، هذا حديث صحيح، رواه الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين فيه أجر عظيم وفضل عظيم، لأنك تعرف به كيف تعبد ربك وكيف تصلي وكيف تؤدي العبادات، وتعرف أيضا الأحكام الشرعية. فالفقه في الدين هذا مكانه عظيم في الإسلام، ومنه وهذا يدل على الحث على تعلم الفقه، تعلم الفقه على العلماء، لأن الإنسان يحرص على أن يتعلم على العلماء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. محمد معنا على الخط من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. لو سمحت شيخ الله يكرمك، من تقريبا من شهر في واحد صديقي صار له حادث في طريق مكة، وتوفي هو وزوجته بالسيارة، السيارة انحرفت منه عن اليمين شوية فزوجته توفت، وبعدها بعشر دقائق توفى هو، هل عليه هو دية قتل خطأ، كفارة قتل خطأ؟ والله يا أخي هذا يؤخذ تقرير المرور ويرفع للمحكمة،
والقاضي هو الذي يحكم في هذه القضية ويبين ما يجب فيها. نعم. شكرا يا محمد. يقول يا شيخ السائل: قول الخطيب في خطبة الجمعة: فاذكروني أذكركم فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، هل هذا من الذكر الجماعي؟ هذا من الخطبة، من آخر الخطبة، هذا من آخر الخطبة، فيها الأمر بذكر الله عز وجل، وهذا يوافق قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من مات بعد التحلل الأول أو التحلل الثاني في الحج، فهل يكمل عنه الحج وهل يبعث يوم القيامة ملبيا؟ الصحيح أن من مات وهو محرم أنه يعامل معاملة المحرم، فيمس بالطيب ولا يغطى، يخمر رأسه ويكفن بثيابه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وقصته راحلته وهو محرم، قال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فلا يفعل عنه شيء من المناسك، لأنه مات فيها، في مناسكه ماض فيها، ويبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. أبو عبد المجيد من مكة، تفضل يا أبو عبد المجيد. الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بفعل المناسك عن هذا الذي وقصته راحلته ومات وهو محرم. نعم. أبو عبد المجيد من جدة، تفضل يا عبد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ. تفضل. سؤال. حياك الله. سؤال. لدي سؤال في صفة الوضوء. تفضل. هل يصح غسل الوجه واليدين والأرجل مرة واحدة أو ثلاث مرات؟ طيب شكرا. يا أخي، المرة الواحدة في غسل الوجه واليدين والرجلين في الوضوء لا بد منه، وما زاد عليها فهو مستحب، إلى ثلاث غسلات هذا مستحب. نعم. أحسن الله إليكم. كم العدد من الأغنام فضيلة الشيخ التي تجب فيها الزكاة؟ 40، لكل 40 شات، فالنصاب 40، وما زاد فبحسابه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ السائل: إذا كان لي دين على معسر، فهل يجوز لي تقديم الزكاة قبل أن أستلم هذا الدين، بحيث أنني إذا استلمته بعد 5 سنوات أو أكثر لا أزكيه مرة ثانية؟ إذا الدين الذي على معسر ولا تدري هل تحصل عليه أو لا تحصل عليه، ليس فيه زكاة حتى تقبضه، فإذا قبضته تزكيه عن سنة واحدة فقط. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. شيخ صالح الفوزان زميلي مخرج هذه الحلقة يشير بأن حلقة هذا البرنامج انتهت هذا اليوم. أذكر السادة المشاهدين بأن برنامج فتاوى من الأسبوع القادم سيكون بين المغربين، أي بعد صلاة مغرب مكة المكرمة إن شاء الله، بداية من الأسبوع القادم بإذن الله. أشكر الزملاء الذين ساهموا في إخراج هذه الحلقة في مكتبة الشيخ محمد عبد العزيز الحامد ويزيد محمد الماضي، كما أشكر فريق العمل من الفنيين والمخرجين معي هنا ناصر القمي مخرج هذه الحلقة. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، وندعو للشيخ صالح الفوزان بأن يرفع الله درجاته في المهديين ويجزيه خير الجزاء على ما أجاب من أسئلة واستفسارات. والسلام عليكم ورحمة الله.